واقول لك، اولا عوده فيريرا وهي عوده اصلا ما كانتش متوقعه بظروف رحيله الاولى. راجل بيعشق النادي الزمالك، راجل بيحب جماهير نادي الزمالك، وعاد مره اخرى فيريرا. تحيه للي اختار فيريرا مره اخرى، تحيه للي جاب فيريرا مره اخرى، والتحيه الاكبر لفيريرا اللي وافق وقبل انه يلعب او يجي لنادي الزمالك في ظروف صعبه جدا. كان ممكن يجي يقول والله انا هاجي في ظروف هينه عن كده، والله انا راجل كبير ومدرب تاريخي ومدرب له انديه كتير عايز يشتغل معاها، ورغم كده وافق يجي نادي الزمالك يشتغل في اصعب ظروف ممكنه ممكن اي مدرب يشتغل فيها. الظروف الصعبه دي بقى فيريرا عمل فيها ايه؟ اقول لك عمل فيها ايه. طلع لنادي الزمالك 3 أو 4 أو 5 لاعبين شباب خلاهم اساسيين واوراق مهمه عندها عروض احتراف كمان دلوقتي. يعني لو الزمالك مش عايز يستفيد منهم في المستقبل ولازم الزمالك يستفيد منهم في المستقبل، فهم عندهم كمان عقود احتراف. فكسب الزمالك لاعبين جدد في نص الموسم من شبابه ومن ابنائه. حاجه فوق الجمال والخيال. عملها مين؟ الراجل ده. عملها مين؟ الراجل ده. جوزفالدو فيريرا واحد من اهم واعظم المدربين الاجانب اللي جم في تاريخ الكره المصريه. مدرب كفء، مدرب رائع. ومره اخرى هكرر، اللي زي ده سيبك من نادي الزمالك، سيبك يعني انت بتحب نادي الزمالك او ما بتشجعش نادي الزمالك، سيبك من نادي الزمالك. انا مش بكلمك على المدير الفني لنادي الزمالك، انا بكلمك دلوقتي على جوزفالدو فيريرا. اتحاد الكوره، الكره المصريه لابد ان تستفيد اكتر من وجود هذا الرجل الخبير، الراجل اللي بيدرس كوره اصلا. بالمناسبه يعني عشان الناس قالت لي اشمعنى فيريرا يعني اللي يدرس، الراجل ده اصلا بيدرس كوره في البرتغال اصلا، يدي محاضرات للمدربين مش عيب نستفيد منه، نجيبه في اتحاد الكوره نقول له ازاي نطور الكره المصريه مش عيب. كفاءه مش طبيعيه.